السلام عليكم. في هذا السكشن راح نكمل كلامنا عن الاكسايتيشن سيستم اللي هو سكشن 8.1. بدنا نحكي عن الدايناميك بيرفورمانس ميجرز. شو قصدنا بالدايناميك بيرفورمانس ميجرز؟ لو بدنا نقارن بين تو ديفرنت اكسايتيشن سيستمز زي اللي درسناهم السيركتس الماضيين اللي هم اللي بس اللي شرحهم اللي حكى عنهم كندور احنا ناقشناهم، هل في غيرهم؟ اكيد في غيرهم. طيب مين احسن مين اسوأ؟ هل هو مقبول ولا مش مقبول؟ انت شو محتاج ريسبونس معين؟ هل هو بيقدر ينفذ هذا الشيء ولا لا؟ فهذا بالنسبه لنا ميجرز. بضل معنا بيرفورمانس، هل هو افضل اسوأ ولا يعني بيؤدي الغرض ولا ما بيؤديش الغرض؟ الكلمه الثالثه اللي هي داينامكس. داينامكس يعني شيء بتغير، التغير اما يعني ديفرنشال ايكويشن او نوعا ما سمول فاريشن. الكلام عن الداينامكس يعني ان احنا نحكي رياضيات، احنا بالهندسه بنحكي يعني رياضيات يعني كنترول. فالكلام اليوم او سوري في هذا الفيديو حيكون مينلي كنترول اكثر من انه اكسايتيشن سيستم. اي فاريشن كيف بتغير عندنا السيستم معاه، اما بندرسه بسمول سيجنال اناليسز او لارج سيجنال اناليسز. سمول سيجنال اناليسز انه احنا حنضلنا قريبين من الاوبريتنج بوينت. الاوبريتنج بوينت اللي بنشتغل عندها الفاريشن مش كثير بعيد عنها، فعشان هيك بنقدر نستخدم اللينير موديل او اللينيرايزد موديل اللي هي الكنترول اللي انتم درستوها في ماده البكالوريوس 440 او اي ماده ثانيه، اللي هي ايش؟ اللينير كنترول الفيدباك سيستم بتاعت ال تي اي سيستم. اما ان كان الديستربنس سيفير وابتعدنا كثير عن الاوبريتنج بوينت، الان انت بتحكي عن نون لينير سيستمز، فالتعامل معهم ما بزبط بلينير موديل او نوعا ما مش شرط يكون دقيق، فبنروح لشيء اسمه لارج سيجنال اناليسيس. فاللارج سيجنال اناليسيس محتاج لارج سيجنال بيرفورمانس. في عندنا 6 نقاط راح نحكي عنهم بشكل سريع اليوم، وفي بعض النقاط في هذا الفيديو ونقطة معينة بنتركها للفيديو القادم. النقطة الأولى السيلينج فولتج. السيلينج فولتج يعني أعلى فولتية راح يشتغل عندها الإكسايتيشن سيستم. الإكسايتيشن سيستم فولتج ديبندنت وبده يمر في كرنت، الكرنت اللي بيهمنا، لكن الفولتية هاي بتأثر على العزل. فأعلى فولتية ممكن يشتغل عندها أو سوري يوصل عندها الإكسايتيشن سيستم. في شيء اسمه الريتد فولتج وفي شيء اسمه الماكسيمم فولتج. اكيد الماكسيمم فولتج اعلى من الريتد فولتج. الريتد فولتج يعني هو مصمم يشتغل عنده، لكن الماكسيمم فولتج يعني اعلى شيء ممكن يشتغل يوصل عنده ويضل السيستم شغال ما ينهار عندنا. فكل ما زاد السيلينج فولتج اللي هو الماكسيمم فولتج احنا السيستم بصير يعني مور روبست او مور ستيبل، خصوصا بالترانزينت، لانه السيرج بتطلب منا فولتجز اعلى من الريتد، فمعناته احنا هل هو ستيبل ولا ان ستيبل. النقطه الثانيه عشان تحكي لي انه السيلينج فولتج هذا افضل من الثاني لازم توحد لنا الكونديشن. اهم كونديشن عندنا في هاي النقطه اللي هو الريتد سبيد، لازم كل شيء شغال على الريتد سبيد. هاي اول بيرفورمانس اندكس. البرفورمانس اندكس الثاني الماكسيمم سيل سوري السيلينج كرنت، يعني الماكسيمم كرنت، نفس معنى الحكي الكلام اللي حكيناه عن الفولتج بس الان في كرنت. الثيرد والفورث برفورمانس اندسيز قريبين من بعض، بدناش نلخبط فيهم. الاول الثالث اللي هو الاكسايتيشن سيستم فولتج تايم ريسبونس. شو يعني فولتج تايم ريسبونس؟ يعني في اوف تي، يعني انا وياك شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل تيست ونحكم على الفي اف اوف تي اللي طلعت معنا، يعني بدنا نعمل ديستربنس ونشوف في اف اوف تي هاي التغير خلال الزمن. تذكر احنا بنحكي عن لارج سيجنال اناليسيس، هاي الفي اف كيف تغيرت مع الزمن هاي مهمه عندنا. البرفورمانس اندكس الرابع اللي هو الاكسايتيشن سيستم فولتج ريسبونس تايم. شو يعني تايم؟ كم احتاج زمن. فالثيرد بوينت انت بتحكي عن فولتج والفورث بوينت انت بتحكي عن زمن. طب زمن لايش؟ حتى نوصل ل 95% للديفرنس بين مين ومين؟ السيلينج فولتج والريتد فولتج. لو بدنا ننتقل من 95 يعني كنا على الريتد فولتج فرضا، بدنا نوصل ل مش للسيلينج فولتج، ل 95% من السيلينج فولتج اللي هو الستيب تشينج بهذا المقدار. هذا التغير كم احتجنا سكندز فيه؟ هذا اسمه ايش؟ الريسبونس تايم. هذا الريسبونس تايم. فاحنا كلياتنا بنعرف شو معناته ريتد، اخذنا ماده الماشينز. كمان مره هيك تيست لازم يكون عندنا فير كومباريزون. فواحد من الشروط اللي عندنا حتى نحقق الفير كومباريزون انه يتم التست على كونتينيوس لودينج. كونتينيوس لودينج عند وين؟ كم مقدار اللودينج؟ عند الفول لود.
continuous full loading. والآن الكونديشن الثاني الفيلد وايندنج عند أي تمبريتشر لازم تكون. إذا الأمبيانت تمبريتشر، إذا الأمبيانت تمبريتشر تحت 60 درجة سيليسيوس لازم يكون الفيلد الفيلد تمبريتشر كم؟ 75 درجة سيليسيوس. إذا كانت أكبر من كانوا هاي خطأ، هاي مش 100، هاي 60 60 اذا كانت الامبيانت تمبريتشر يعني اكبر من 60 درجه سلسيوس لازم الفيلد سوري الفيلد تمبريتشر تكون 100 فولت. يعني بس عشان نذكركم، يعني اذا انت عملت التست بالغور زي ما انت عملت التست بعجلون اكيد لا في فرق، في حامي وبارد. لاست تو بيرفورمانس انديسيز الهاي انيشال ريسبونس اكسايتيشن، هذا تايم. كيف يعني تايم؟ انت عند الستارتنج اذا انت مباشره وصلت الريتد فولتج او الديزايرد ريسبونس معناته هذا السيستم سريع. سريع ان ويتش رينج؟ هاي كلمه سريع اكبر اصغر ما بتزبط معنا، لازم يكون في كوانتيتيز، يعني يعني سريع بمقدار 0.1 سكند ولا 10 سكند. فالكرايتيريا المستخدمه حتى تعتبر انه عندي فاست اكشن يعني هاي ريسبونس لازم يكون التايم ريسبونس اللي حكينا عنه قبل شوي شو هو؟ 0.1 سكند او اقل. اخر شيء اللي بهذا الفيديو اللي هو الاكسايتيشن سيستم نومينال ريسبونس. ما على اساس انه نلتزم بشورت فيديوز الوقت المتبقي مش كافي اني اشرحه، فراح يكون بالفيديو القادم. نتذكر انا فشقت عن شو؟ عن السمول سيجنال اناليسيس، برضه هذا راح يكون بفيديو ثاني. وذكرنا بس 6 نقاط شو وظيفتهم. performance indices، شو يعني performance indices؟ يعني انه بدي احكم على سيستم احسن ولا اسوأ او قديش احسن. يمكن يكونوا الاثنين ممتازين بس مين افضل؟ انا محتاج measures. شو يعني measures؟ performance indices. شو عملنا احنا؟ دائما fair comparison، بدنا نوحد الconditions ونعمل الvariation او يعني كأنه disturbance وبعدين نحكم عليه. ويعطيكم الف عافية.